أجندة سنتي. اهلا وسهلا بكم في اجندة سنتي، كالعادة نقدم لكم اهم المواعيد الطبية العلمية لاطبائنا التوانسة. واليوم حبيت نحكي لكم على الاسوسياسيون دي ميديسان دو فامي دو صفاقس، جمعية اطباء العائلة بصفاقس، اللي تنظم لا 9ème سيسيون بور لي ميديسان جينيراليست ولي ميديسان دو فامي اي توت اوتر سبيسياليتي ان سيكل دو فورماسيون اون ايكوغرافي كلينيك دورجونس. هذا باش يكون من 12 و 13 فيفري 2022، والسيسيون الثانية باش تكون من 5 حتى 6 مارس 2022. للاكثر التفاصيل تنجموا تلقاو اليان دانسكريبسيون على الباج اوفيسيال فيسبوك لراديو الحياة فام اذا تلقى رويل الصحة. هذه فيما يخص لا 9ème سيسيون دو سيكل دو فورماسيون اون ايكوغرافي كلينيك من تنظيم الاسوسياسيون دي ميديسان دو فامي دو صفاقس. كانت هذه اجندة سونتي بالنسبة لليوم. Agenda santé.